الو، السلام عليكم. انا دكتوره احلام الجندي، طبعا الدكتوره بتاعتكم بتاع ماده محاسبه او فاينانشال اكاونتنج 2، وده لجروب جروبز اي اند جي فيرست يير. طبعا ان شاء الله النهارده احنا عايزين نكمل الجزء الباقي او جزء تاني من شابتر 8. انا كنت بعت لكم قبل كده باوربوينت لشابتر 8، وانا مش ملزم منكم ان انتوا تقروا الجزء الاولاني ده من الكتاب، كفايه عليكم قوي ان انتوا تفهموا كويس او تاخدوا بالكم من الشرح اللي مكتوب في الباوربوينت بالنسبه لشابتر 8، وده جزء كفايه قوي للغرض اللي انا عايزه اتكلم فيه او اللي انا عايزه اعمله. هنكمل النهارده الجزء الباقي ده، وهنشوف هنشتغل فيه في الجزء ده من ناحية بقى تطبيق على الكاش. فهنا طبعا زي ما احنا شفنا في الجزء الاولاني من شابتر 8 ان احنا بنتكلم فيه على الانترنال كنترول سيستم بالنسبة للاسيتس اللي بتمتلكها او للسيستم بشكل عام اللي بتمتلكه الشركة. احنا عايزين نطبق بقى الانترنال كنترول سيستم ده على الكاش، هو ده الجزء الرئيسي في شابتر 8. كاش ريسيت كنترولز، الكاش ريسيت ان انا استلم كاش في الشركة، ده ليه اجراءات او ان انا اعمل عليه رقابة ازاي، كنترول ازاي اعمل عليه رقابة ازاي. الاسس الرئيسية اول حاجة ان انا establishment of responsibility، ان انا احدد المسؤولية، يعني يكون only designated personnel are authorized to handle cash receipts. اللي هم مين؟ اللي هم الكاشيرز، يعني في شخص واحد فقط او اشخاص محددين بالاسم ومحددين بشكل كامل هم اللي يتعاملوا بالايه، باستلام الكاش. اللي هم عندنا في الشركه اللي هم الكاشيرز، اللي هم الخزنه او اللي هم بيبقوا واقفين في الخزنه بيتعاملوا بالكاش. تاني حاجه، عنصر رئيسي بالنسبه للكنترول للكاش ريسيت، دوكيومنتيشن بروسيجرز، ان يكون في دوكيومنتيشن، يكون في اجراءات مستنديه او اجراءات للمستندات نفسها اللي انا بتعامل فيها، زي مثلا يوز ريميتنس ادفايس، سواء اذا كان ميل ريسيت، يعني يكون جاني جواب او عندي فورما او ريسيت اهو يكون مكتوب جايلي في البوسطه مثلا، او ان انا هيجيني استلمه او اسلمه للعملاء بتوعي. كاش ريجستر تيبس او كمبيوتر ريكوردز، او عن طريق الكمبيوتر، زي يكون مثلا استلام الفلوس دي بالكمبيوتر. عندي ديبوزيت سليبس، وبعدين في كمان ديبوزيت سليب اللي هو ده الديبوزيت سليب ده ان انا اقول انا استلمت مبلغ كذا بغرض كذا. تالت حاجه سيجريجيشن اوف ديوتيز، سيجريجيشن مقصود بيها فصل في الوظائف، فصل الوظائف او انفصال في الوظائف، بمعنى different individuals receive cash, record the cash receipts and hold the cash. الأشخاص اللي استلموا الكاش مش هم اللي يسجلوا الكاش receipts، هم اللي يعملوا ان انا استلمت الورقة اللي بتثبت ان انا استلمت الكاش في الشركة، او وكمان عن اللي هو يستل اللي هو hold the cash اللي هو يحتفظ بالكاش. يبقى انا كده فعملت ثلاث وظائف، اول وظيفه واحد يستلم الكاش، بعدين واحد تاني يسجل الكاش ريسيتس ان هو استلم الفلوس او القسم ده استلم الفلوس، وتالت حاجه ان هو الشخص اللي هيحتفظ بالكاش. يبقى دول ثلاث وظائف. دي الشغلانه دي بنقول عليها او الريجوليشن دي للكنترولز بنسميها سيجريجيشن اوف ديوتيز، او فصل بين الوظائف المختلفه. النقطة اللي بعد كده Human Resources Controls، برضو ده رابع regulation في controls بالنسبة لكاش ريسيت. Human Resources Controls bond the personnel who handle cash require employees to take vacation conduct background checks. ان انا بعمل بحافظ على الافراد دول، يعني براقبهم. الفرد ده المسؤول عن الوظائف اللي احنا قلنا عليها، اول حاجة bond personnel who handle cash، ابوندت يعني احطه مثلا في قلب الخزنه، واكون حاطط عليه حاجز بينه وبين الناس اللي بتتعامل معاه عشان يقدر هو يقدر يحافظ على الكاش ومحدش يخطفه منه او يسرقه او كده.
تاني حاجة إن أنا أقول لهم require employee to take vacation. النقطة دي مهمة جدا، إن أنا أطلب من الموظفين إن هم يروحوا لإيه، يعملوا رحلة أو يعملوا ياخدوا أجازة. ليه؟ لأن أنا لما أخلي الموظف بتاعنا ده أو أي موظف في الشركة ياخد أجازة، فمعنى كده إن في موظف تاني هيستلم الشغل منه، وبالتالي هيقدر لو كان الموظف الأولاني ده اللي هو واخد أجازة عمل أي مشكلة أو بيسرق أو بيختلس أو بيعمل أي لعب في الدفاتر، ففي الحالة دي الموظف اللي هو هيقعد مكانه ويشتغل مكانه ده هيعرف يكشف الإيه الخطأ ده. يبقى لازم أجبر الموظفين إن هم ياخدوا إيه أجازة. conduct background checks، أكيد أكيد أعمل له قبل ما يجي يشتغل عندي في الشركة أو يشتغل في المنصب ده عشان يبقى هاندل الكاش أو يستلم الكاش، إن أنا أطلب منه اللي هو إقرار البصمات والحاجات دي كلها، أكشف عليه من الناحية الإيه الجنائية أنا ما عندوش إيه قضايا أو عنده مشاكل هو عاملها. خامس حاجة physical controls، store cash and save and bank values، limit access to storage areas use cash registers. إن أنا أحط أخلي أوفر لي اللي هيستلم الفلوس ده خزنة، أو يكون عنده في البنك مثلا إن أنا هيستلم يودي الفلوس على طول للبنك أو whatever. المهم إن ما يحتفظ بالكاش في إيه، في الدرج أو في أماكن مفتوحة للناس التانية. رقم 6 أو في تطبيق الكنترولز على الكاش ريسيتس، independent internal verification، ان يكون في سوبرفايزرز كاونت كاش ريسيت ديلي، يكون في عليه كنترول، يكون عنده سوبرفايزر يراقبه او يطمن على انه عمل الشغل بطريقه ايه سليمه. اسيستنت تريجر كومبيرز توتال ريسيتس تو بانك ديبوزيتس ديلي، وكمان في واحد تاني بيساعده في ان هو يحافظ على الكاش دي، الكاش دي وقارنها بحساب الايه البنك في الشركه. كاش كنترولز برضو cash receipt controls over the counter receipts. Over the counter receipts, important internal control principle is segregation of record keeping from physical custody. أهم حاجة من المبادئ اللي أنا اتكلمت عنها دي إن اللي هي مبدأ بتاع فصل الوظائف segregation of duties أو segregation بين مين ومين، record keeping from physical custody. ريكورد كيبينج اللي هيسجل الاستلام الفلوس ده في الحسابات او في الدفاتر يكون مختلف عن اللي هيحافظ عليها او ان هو هيحتفظ بيها في الايه، سواء اذا كان في الخزنه بتاعت الشركه او فين في البنك. يبقى اهم مبدا من السته اللي احنا قلناهم من شويه هما المبدا ده segregation of record keeping from physical custody. طيب المين ريسيت لو كانت الفلوس دي انا بعملها بالبوسطه، مين ريسيت شود بي اوبند باي تو بيبل. لو الفلوس دي جاتني شيك مثلا وجاني في جواب للشركه، فانا اعمل ايه؟ اول حاجه شود بي اوبند باي تو بيبل، ما خليش واحد بس هو يكون مسؤول على انه يفتح الايه الجوابات دي. ليه؟ لان لو واحد بس هياخد الشيك ده ويظهره ويحطه في جيبه لنفسه او يضيفه لحسابه هو الشخصي مش لحساب الايه الشركه. A list prepared and each check endorsed for deposit only. طبعا كمان احدد لسته بالناس اللي دفعت الفلوس دي علشان كل اسبوع اقارنها بالايه، اقارنها على اساس اسبوعي على اساس يومي على حسب الشيكات دي او الجوابات دي ما بتيجي للايه للشركه. Each mail clerk signs the list to establish responsibility for the date. وكل موظف يوقع من الموظفين الاثنين دول يوقع على الكشف ده اللي احنا عملناه علشان يقول دي مسؤوليته عن البيانات، يعني هو انا اللي عملت البيانات دي وانا مسؤول عن صحتها. Original copy of the list، طبعا الكوبي او النسخه الاصليه من من الليست دي along with the checks مع الشيكات، تحتفظ بيها مع الشيكات، is sent to the cashier's department، ترسل لفين او هنرسلها لقسم الايه الخزنه، قسم الخزنه. copy of the list is sent to the accounting department for recording، وبعدين النسخه الثانيه ابعتها لمين، لقسم المحاسبه علشان يبداوا يسجلوها او يأيدوها في الايه في الدفاتر. طيب السؤال بقى بيقول لي
only designated personnel to handle cash receipts is an application of the principle of. بيقولي السماح ان انا اخلي شخص واحد او الشخص ان هو بيستلم الفلوس او انه يستلم الفلوس ده او يتعامل في الفلوس is an application of the principle of. ده بيكون تطبيق لمبدأ ايه؟ اي مبدأ في دول؟ مبدأ establishment of authority، ان انا بحدد الايه المسؤولية، مسؤولية شخص هو اللي يكون مسؤول عن الايه، عن التعامل او التعامل في الايه في الكاش ده. Cash disbursement controls، ده بالنسبة لاستلام الفلوس. Cash disbursement العكس بقى، ان انا اللي بدفع الفلوس، الشركة بتدفع فلوس. طب ايه اجراءات الايه الكنترول بالنسبة لها؟ انا الاول عملنا الاول في السلايدز اللي قبل كده دي، ان انا بستلم الايه او انا بستلم الفلوس من العملاء بتوعتي. انا دلوقتي بدفع. جنرالي بشكل عام internal control over cash disbursement is more effective when companies pay by check or electronic funds transfer rather than by cash. بيقول لي بشكل عام كده خلينا نتفق ان internal control او الكنترول او الرقابه على دفع الكاش ده بيكون اكتر كفاءه ان الشركه تدفع عن طريق شيكات او عن طريق الكترونيك فاندز ترانسفير، تحويلات بنكيه، اكتر من ان هي تدفع عن طريق كاش او عملات يعني او فلوس يعني. One exception is payment for incidental amounts that are paid out of petty cash. الحاجه الوحيده اللي هي مسموح ان هي تدفع بالكاش واز اوكي يعني نقدر نعتبرها عادي اللي هي البيتي كاش. بيتي كاش مقصود بيها الفلوس القليله، المدفوعات الصغيره، 10 جنيه 20 جنيه 50 جنيه 100 جنيه على حسب حجم الشركه، ده تعتبر بيتي كاش. مبالغ ايه القليل، مبالغ كبيره يفضل ان هي تدفع عن طريق شيكات او عن طريق تحويلات ايه بنكيه. طيب بيقول لي الكاش ديسبيرسمنت كنترولز، اول حاجه طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده establishment of responsibility، احدد المسؤوليه. only designated personnel are authorized to sign checks to treasurer and approve vendors. طبعا شخص واحد هو المسؤول عن الايه، ان هو يقدر يكتب الايه الشيكات ويكون مسؤول عن التوقيع ده، وكمان يكون ايه approve vendors ويكون متاكد انه اتبعتت الايه الشيكات دي. Documentation procedures use pre-numbered checks and account for them in sequence. Each check must have an approved invoice. Require employees to use corporate credit cards for imprisonment expenses. Stamp invoice paid. في إجراءات بقى في documentation أو في المستندات. أول حاجة أن أنا أستخدم pre-numbered check، يعني الشيكات، دفتر الشيكات بتاعي يكون متنمر او مترقم 1 2 3 4، او يكون فيه ارقام مسلسله كده، علشان لو شيك في النص وضاع يبقى معنى كده ان في حاجه غلط ايه حصلت، مش كده ولا ايه؟ يبقى لازم الشيكات تكون متنمره، يكون فيها ارقام بري نمبر. اند اكاونت فور ذم ان سيكونس، واعدهم بالترتيب، يكونوا ايه مترتبين صح. ايتش تشيك ماست هاف ان ابروفد انفويس، كل شيك من دول يكون معاه كمان ايه الانفويس اللي انا بدفع عشانها، بدفع عشان الكهرباء، بدفع عشان الغاز، بدفع علشان اجور مرتبات موظفين، اجور ومرتبات للموظفين، اي حاجه. وبعدين وريكواير امبلويز تو يوز كوربريت كريديت، ولازم طبعا اروح عامله ايه نوتس بالكلام ده للايه للبنك، كريديت كارد فور ري امبريسبل expenses، ليه المصروفات اللي هي المعتادة أو اللي هي متكررة. وستامب انفويس، وبعدين أطبع الانفويس دي بأن هي تكون إيه أطبع بكلمة إيه بيد اتدفعت، عشان ما تفحش مرة تانية، ما رجعش يدفعها إيه مرة تانية. تالت حاجة segregation of duties، أعمل فصل في الإيه في الوظائف، different individual approve and make payment، أشخاص مختلفين ان هو يحدد يتاكد ان في مدفوعات ولازم تدفع، عن مين؟ على التشيك ساينرز دونت ريكورد ديسبيرسمنتس، والتشيك ساينرز اللي بيوقع الشيكات ما يسجلش في الايه في الدفاتر. تمام يا جماعه كده، دول الايه الثلاث وظايف اللي هي مفروض ان انا ايه بعملها، او الثلاثه ايه اجراءات. كمان بالنسبه للاندبندنت انترنال فيريفيكيشن نفس الكلام اللي احنا قلناه قبل كده في البيمنت، بس
مع الأخذ في الاعتبار ان انا في الحالة دي انا بعمل cash disbursement او بدفع الكاش مش بقبض الكاش. Independent internal verification compare checks to invoices reconcile bank statement monthly. اراجع على الشيكات مع الفواتير اللي مفروض ادفعها وكمان اعمل reconcile bank statement monthly. اعمل reconcile يعني اطابق بين الدفاتر اللي عندي ان انا دفعت الشيكات دي مع الايه البنك ستيتمنت اللي بتجيني في كل ايه شهر، اقارن بينهم عشان اعرف لو كان في اي خطا او في اي اختلاس. رقم 5 human resource controls bond personnel who handle cash require employees to take vacation conduct background checks. نفس الكلام اللي احنا قلناه في الايه في البيمنت في الكاش بيمنت. Physical controls نفس الكلام برضو store blank checks in safes. الشيكات نفسها الفاضية اللي هي مش مكتوبة لازم احتفظ بها فين في الخزنة على ان دي تعتبر زيها زي الفلوس بالظبط. With limited access print check amounts by machine in indelible link ink. طبعا لازم اطبع الشيكات دي بقلم ايه بقلم جاف مش قلم ايه رصاص. دول الست ايه عناصر الرئيسيين بالكنترول في الكنترول اللي انا بطبقهم على فين على الكاش ديسبيرسمنت نفس الكلام او قريب منه جدا اللي انا عملته في الكاش ايه بيمنت. الكويتشن بيقول the use of pre numbered checks in dispersing cash is an application of the principle of اني واحده من دول. طبعا ده ان pre numbered يبقى ده اكيد على الايه documentation procedures اجراءات الايه المستندات. في نوع من الدفع تاني كاش فاوتشر سيستم كنترولز. بدل ما ادفع بالشيكات او بدفع كاش او بدفع بالتحويلات فبعمل فاوتشر. فاوتشر ب 100 جنيه ب 200 جنيه وابدا اوزعه او احطه فين في الحسابات اللي موجوده عندي. A network of approvals by authorized individuals acting independently to ensure all disbursement by check are proper. Where a voucher is an authorization form prepared for each expenditure in a voucher system. Voucher يعني ورقة كده مكتوب فيها ان انا ايه زي الشيك بس انا بديه للشركة دي او للمصلحة اللي انا بدفع فيها الكاش ريسبيرسمنتس ليها الانفويس دي وبديها لهم وهم بعد كده بيصرفوها في اي مكان تاني. طيب احنا قلنا من شويه ان احسن طريقه ان انا ادفع بيها الكاش ديسبيرسمنت اللي هي بالشيكات او بالايه بالتحويلات البنكيه. في عندي بقى حاجه احنا اتكلمنا فيها بيتي كاش. بيتي كاش فوند. بيتي كاش فوند يوزد تو باي سمول اماونتس. البيتي كاش ده بعمل خزنه صغيره كده او بعمل صندوق بصرفه لشخص واحد. شخص واحد مسؤول عن البيتي كاش ويبدا يدفع فيها المصاريف الصغيره اللي هي الشركه عايزه تدفعها. انفولفز ده بقى بيشتمل على ايه البيتي كاش فوند استابليشنج ذا فوند ان انا ابدا الفوند ده اعمل شيك واديه لمين لواحد. اقول مثلا انا المصروفات النثريه او تقدروا تقولوا عليها بالعربي اللي هي المصروفات النثريه المصروفات القليله إيه حاجه كده مش عارفه نقل صغير اي حاجه اي مصاريف نثريه دي بوستة او مثلا شحن حاجه صغيره او اي حاجه من ده كله دي تعتبر ايه ضمن البيتي كاش. فأول حاجة إن أنا بصرف مبلغ معين لمين لشخص محدد. تاني حاجة making payments from the fund وبعدين هو يروح دافع بعض المدفوعات للcash disbursement الصغيرة دي وبعدين replenishing the fund. كل ما تخلص العهدة اللي معايا العهدة الصغيرة دي ل 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 جنيه على حسب حجم الشركة يقدر بقى يرجع إيه الفلوس تاني منين من الشركة. من الايه يعوض الفلوس تاني يصرفوا له شيك تاني. طيب اول حاجه استبلشنج لما بكون بعمل ببدا اعمل البيتي كاش فوند ده او اديه لشخص معين. المثال على الكلام ده if lord company decides to establish a $100 fund on March 1st the entry is الشركه دي عايزه قررت ان هي تعمل بيتي كاش فوند ب $100 وعايزه هتعمله امتى في 1 مارس يبقى مارش فيرست في اول مارس اقول كده بيتي كاش يبقى ده حطيت خزنه او عملت خزنه صغيره اسمها بيتي كاش وخدت منين من الكاش اللي موجود عندي سواء اذا كان شيك او بنك
أو كاش أو أي حاجة تانية. طيب لما ريبليشنج ذا بيتي كاش فوند أعمل إيه بقى؟ أنا دلوقتي خلاص دفعت فعل الفلوس دي، هعمل إيه؟ هقول كده، أو الرجل دفع الفلوس وخلص البيتي كاش فوند اللي كان عنده اللي هو المية دولار دول، فهيعمل إيه؟ On March 15th the petty cash custodian requests a check for $87. الراجل المسؤول عن البيتي كاش في 15 مارش طلب شيك ب 87 جنيه 87 دولار علشان يسدد او يقول انا صرفت ايه، علشان ياخدهم بقى ويعوض الفلوس اللي هو ايه دفعها. الفند ذا فند كونتينز 13 دولار كاش دفعهم كاش اند بيتي كاش و ريسيت فور بوستج 44 دولار و فرايت اوت 38 اند ميسكلينيس اكسبنسز 5 دولار. يبقى بالتالي انا اعمل ايه بقى مع الراجل ده؟ كل دي مصاريف على الشركه، صح، على الشركه اللي هو بيشتغل فيها، بس بيحددها بقى. انا دفعت 44 جنيه للبوست اوف، دفعت 38 جنيه للايه لشحن حاجات صغيره كده، وميسكلينيس اكسبنسز مصروفات نسريه كده 5 دولار. يبقى اجمالي كل ده المبلغ ده انا بقى عايز شيك بيه او اخده كاش، يبقى 87 جنيه. يبقى الراجل ده بقى معاه كام دلوقتي؟ رجعت الفلوس اللي معاه بقت تاني كام؟ 100 دولار، لانه اللي هو صرفه هو اخده دلوقتي ايه؟ اس كاش. يبقى الفلوس اللي كانت معاه اللي بقت معاه رجعت زي ما كانت كام؟ 100 دولار. ونبدأ بقى الايه مرة تانية، نبدأ يبدأ يصرف منهم مبالغ صغيرة بصغيرة لغاية ما يقربوا يخلصوا، يبدأ يطلب فند من اول وجديد، او يبدأ تاني يعوضهم من اول وجديد. طيب illustration. Assume in the preceding example that the custodian had only 12 dollars in cash and the fund plus the receipts as listed. افترض بقى ان هو الراجل ده دفع فتح الخزنة الصغيرة بتاعته دول ولقى ملقاش بقى 13 جنيه، يعني هي ليه 13 جنيه؟ انت لو تفتكر هو دفع كام المرة اللي فاتت؟ هو دفع بس 87 جنيه، يبقى باقي معاه كام في الخزنة الصغيرة؟ 13، هو لقى 12 جنيه بس، وهو بس المصاريف بتاعته دول اللي احنا قلنا عليهم 44 و38 و5، ولقى في الخزنة بتاعته الخزنة الصغيرة لقى 13 دولار، يعمل ايه بقى؟ يعني عنده عجز دولار. In the fund plus the receipts as listed، واللي هي المصاريف اللي هو دفعها هي زي ما هي. The request of reimbursement would therefore be 488 the entry is. وكمان بقى في الحالة دي لان دي فلوس صغيرة وفيها خطورة عليه، فانا الوان باوند ده هعوضه له، يبقى اقول البوستج اكسبنسز 44 والفرايت اوت زي ما عملنا المرة فات والمسكلينيس 5 جنيه، واعمل بقى حساب جديد اسميه ايه؟ كاش اوفر اند شورت. لما يكون ناقص يبقى وان باوند هنا يتحط، لما يكون زياده هحط الكاش اوفر ايه هنا بالايه بالجنيه على حسب. ويبقى الكاش اللي انا عوضه بيه او اديهم له بقى كاش 88 جنيه، يبقى رجع دلوقتي بقى معاه كام؟ 100 تاني. طيب واضح يا جماعه الكلام لغايه دلوقتي؟ انا هوقف لغايه هنا دلوقتي في المحاضرة دي علشان الجزء الباقي، عشان تقدروا ان انتوا تحملوا الفايل ده بسهولة بعد كده وتقدروا تستفيدوا منه. نوقف لغاية هنا وهنكمل في المحاضرة اللي بعدها.